السلام عليكم. في حاجه جميله جدا من الذكاء الصناعي هنشوفها مع بعض دلوقتي تبع انفيديا. ده الريسيرش بتاعهم. طبعا انفيديا اللي هو محرك الجرافيكس اللي موجود في اغلب الاجهزه. تمام. هو بيعمل شويه العاب زي كده بس بيخلي الكمبيوتر هو اللي يلعبها. من اجمل الالعاب اللي هو عاملها اللي هي انفيديا جاجن ديت. تمام. هقول له افتحها لي، فبيفتحها بالشكل دوت. هنا بتبدأ ترسم الحاجة اللي انت عايزها، يعني اقول له مثلا لاندسكيب، اقول له انا عايز ارسم كلاود. فانا بص برسم كلاود اهوت اهو. ممكن اقول له مثلا عايز ارسم جبل، فارسم جبل مثلا في المنطقة ديت اهو. اقول له ان انا عايز ارسم بحر، فترسم بحر مثلا. تقول له انا عايز ارسم جليد، ستون، صخور اهو. تقول له مثلا انا عايز، خلينا نرسم شوية اشجار، فتقول له مثلا عايز ارسم فلاورز مثلا في المنطقة دي كده، نرسم شوية فلاور بالشكل دوت. وممكن نرسم شوية فلاور هنا. تمام. طبعا انتوا مش عاجبكم الرسم بتاعي، انا عارف، وبتريقوا مثلا لو في شوية حشائش. مجرد ان انت رسمت تيجي هنا تروح موافق على الاتفاقية. الاتفاقية دي عبارة عن ان هو هيحتفظ بالصورة بتاعتك والصورة التانية على اساس يطور الذكاء الصناعي اللي موجود فيه. وبيقولك ان انت ممكن تنزل البرنامج دوت وتعمل له كومبايلر من خلال البايثون. تمام. طيب هقول له ايه، ابدأ، فهيبدأ يحول لي شوية الشخبطة اللي انا عملتهم دول للوحة فنية. ايه رأيك؟ حلو. البحر هوت. تمام. وهقول السحاب، وهقول الورد اللي احنا رسمناه، والجبل والصخور. وممكن تحمل اي صورة من دول، يعني خليني اقول له مثلا اعمل لي ريفريش، اوقف على الاتفاقية. تقدر ترفع صورة مابس او لاندسكيب او فلتر، ممكن تختار صورة من دول. ماشي. وتبدأ تحط بقى المؤثرات بتاعتك عليها. تمام. وتقدر تسيف الصورة اللي انت هتعملها بعد كده، يعني ممكن تقول له ضيف لي شوية كلاود هنا. تمام. اضاف لك شوية سحاب هنا. ممكن تقول له مثلا ضيف لي مثلا ورد فلاور اهو عن هنا. ماشي. ممكن تقول له ضيف لي مثلا شوية أشجار وجبل وزي ما أنت عايز، لاندسكيب مثلا أهو. يبدأ هو يضيفه لك لقلب الصورة. الذكاء الصناعي بقى بيتعرف على الحاجة ويبدأ يعملها لك بالشكل ده. أده هو الجبل أهو، وشوية الورد أهوت. يمكن الصورة بس متاخدة في وقت الغروب. تقدر تختار أي صورة من الصور ديت وتعمل العمليات دي عليها بكل بساطة. فده من نوع من أنواع الذكاء الصناعي اللي المفروض إن احنا نستعد ليه ونتعلمه ونبدأ نشتغل بيه كويس، لأنه هيوجد فرص كتير جدا.